ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا النادي الاهلي اللي زي ما حضراتكم عارفين ان شاء الله بكره البعثه برئاسه الكابتن محمود الخطيب هيسافروا بكره متوجهين الى الدوحه. لكن عايزين نتكلم مع حضراتكم تاني على تاريخ كبير جدا جدا للنادي الاهلي في مشاركه كاس العالم للانديه. يمكن تاريخ معظم الفرق ما عندهاش هذا التاريخ الكبير، غير طبعا يمكن بعض الفرق اللي بتوصل باستمرار او بتوصل بدرجات كبيره. اول حاجه احنا عارفين ان احنا متواجدين في البطوله دي بعد مشوار طويل جدا، ويمكن البطوله الاصعب في تاريخ الشامبيونز ليج الافريقي السنه اللي فاتت من حيث عدد الشهور 15 شهر، من حيث الظروف الصعبه جدا اللي مر بيها النادي الاهلي، لكن اخيرا توج بالتسعه، ودي طبعا التسعه اللي اهلته لكاس العالم للانديه في الدوحه طبعا بعد نتيجه 2-1 على نادي الزمالك. وكان في الحقيقه المشوار يعني مشوار مميز جدا، مشوار صعب، وكانت التسعه الغاليه، وكلنا حسينا دوت بعد فوز النادي الاهلي برقم 9 الافريقيه. النادي الاهلي بيشارك زي ما انتم حضراتكم عارفين كمان ده المره السادسه اللي بيشارك فيها النادي الاهلي في تاريخ كاس العالم للانديه. يمكن اكثر الانديه المشاركه باستثناء طبعا اوكلاند سيتي، ده يعني اللي بيشارك يمكن اكثر من النادي الاهلي. لكن يعني خلينا نتكلم ان فريق النادي الاهلي ممثل القاره الافريقيه، هو اللي حقق الرقم القياسي على مستوى الانديه الافريقيه. زي ما حضراتكم عارفين كمان النادي الاهلي يمكن في مشاركاته الخمسه اللي فاتت كان حقق في 2006 يعني حقق مش هقول انجاز لكن خطوه كبيره جدا، والحصول على البرونزيه من خلال طبعا جيل عظيم من اللعيبه والمدرب الكبير مانويل جوزيه اللي حقق نتائج جيده جدا على مستوى النتائج وعلى مستوى المباريات على مستوى الاداء، كان شيء رائع. كمان كان اول ظهور للنادي الاهلي كان في 2005، يعني 2005 كانت بدايتنا، وبعدين شاركنا نسخ ال 2006 و 2008 و 2012، ويمكن شهدت بطولة كأس العالم للأندية في المغرب سنة 2013 آخر مشاركة للنادي الأهلي في مونديال الأندية. بعدها غاب أكيد كذا سنة، احنا عارفين يمكن آخر بطولة أفريقية يمكن كانت قبل طبعا التاسعة كانت في 2013، لكن يعني كان موسم زي ما بقول لحضراتكم كان موسم صعب جدا. النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله في النسخة ديت بإذن الله كلنا طموح إن أولا يعدي عقبة فريق الدحيل القطري اللي أنا في اعتقادي مباراة صعبة جدا، لكن إن شاء الله بإذن الله رجالتنا هيكونوا على قد المسؤولية، الروح العالية وروح الفانيلا الحمراء. وحضراتكم عارفين النادي الأهلي دايما لما بيتحط في مواقف صعبة شوية إمكانيات اللعيبة بتظهر بشكل أكتر من رائع، ودي إن شاء الله بداية لانطلاقة إن شاء الله. ربنا يسهل ان شاء الله يسهل نفوز على الدحيل، وبعد كده نفكر طبعا في يعني مقابله طبعا البايرن طبعا من افضل الفرق على مستوى العالم حاليا.